بقى عرض التخدير اول شيء اول ما نبدي بها نشغل نقطه في الكهرباء مصدر الكهرباء زين طبعا هي بها شحن تشتغل الكهرباء بس احنا لازم بس لازم نغطيها الحين مباشره والشحن شحن شيء احتياطي زين نجي على الشغل اللي هو مصدر الاكسجين الاكسجين ايش عندنا احنا اما سنترال او قناني يصير او قناني اللي هي حلقه النينه هاي القنينة طبعا ما ممكن تكون عليه في كلر كود اللي تشوفوه لونه ابيض الهوز يجي ابيض معناه اكسجين الرابط مالته مركزي هذا الاكسجين زين عندنا هنا يسموه الميل في ميل كونكشن نتفح ها الرباط هسه ربطنا مصدر الاكسجين نجي نشغل الجهاز هاي هنا طبعا نقطة تشغيل كل جهاز يعني الموقع النقطة يختلف تمام زين هسه ننتظر يشتغل الاجهزه الحديثه كلها لازم تيست والتيست اما يعني هو الجهاز مثلا مشتغل خلينا نقول بعد عودت شلون تستخدم التيست او اذا اول مره فتقرا التعليمات وتنفذ الواحد واحد بس هو بشكل عام كل التيست بشكل عام زين يشيك لك المانوال يشيك لك السيستم الداخلي مال الجهاز شلون اسوي التيست؟ هسه دقيقه زين هو يشيك لك يعني الفنتيليتر تمام فهسا هنا يقول لك تريد تسوي تيست يقول لك اي ستارت اما انا اقول لك باي باس يعني شنو تضغط تيست هذا الاول تيست هنا شنو قبل اول هنا مالنا لان راح نحتاج هواء اير مو اكسجين زين فاحنا اصلا هنا ما عندنا كومبريسر فسووا الشركه تعلمنا سووا هذه الشركة وعرفنا ايش عندنا تشوفون هذا الصندة السوداء اسود ابيض هذا الرمز مال من مال الهواء اللي المفروض يربط بكمبريسر اوكي فاحنا ماكو كومبريسر فهم سووا توصيله كامل اوكسجين ويا من ويا الهواء فهذا التيست نلغيه هذا اول اختبار نلغيه ليش؟ لانه ما عندنا كومبريسر كومبريسر ما ماشي لا واحد اثنين ثلاثة سمعت الصوت؟ مظبوط يعني انت اشتغل ايش كتب لك؟ فاست عبر هنا تقول لك سوي للاكسبارتر الاكسبارتر فالف تعطيه ستارت شيك وين موقع هنا هذين؟ تعال شوفوا قرب عليهم هذا الاسباير وهذا الاكسبارتر فهذا الاسبارتر فالف اكسبارتر فالف يقول لك انت تشوف انت يتحركن مضبوط شفناها شوفت عين منها هم نقدر طبعا نشوفها بس افتحتها حتى تتاكدون قول له ايه يتحركن اوكي تطي كونتينوس يعني ايه هسه ندوس كونتينو ايش راح يقول لك هسه اول شيء نو ووتر تراب نو ووتر تراب ليش اصلا هذا شوفه مستهلك زين فنقول له ريد تيست نشوف ماكو نقول له اعبر ما نريده ليش مستهلك هذا الوتر تراب فهسه هذا التيست ايش راح يسوي زين هو يسوي تلقى ذاته طبعا يطول تقريبا بالعشر دقائق هذا التيست هاي الصوت مال الفالفات اللي بداخل يعطيها برجع فباع نقطه نقطه هنا تشيك لك الانترنال تيست اللي هو سمعت صوته من ضمنها الكهرباء لو ما رابطي على الكهرباء هذا التيست اول واحد ما يعبره ها أول شغلة هنا عندك الباروميتر والغاز سبلاي يعني الضغط اللي يصير داخل الأنابيب مال العربة فهو يسوي تلقائي بس ننتظر واحد واحد ليش قال لنا فيلد ليش انترنال تيست لأن أول شيء قلت له أنا ما عندي وتر تراب فهو ها أول نقطة نطاها لك بس مو معناه بانه التيست صار كله غلط لا ما له دخل بس هي هاي لان انت تدري
انت تدري عندك مشكله بالوتر تراب. زين ليش هي المشكله موجوده؟ اي لازم نبدله ماكو يعني قطع غيار دي يجيبونه الجاز سبلاي برجر هنا راح يشيك اذا انت السنترال ايش قد الاوتو دقيقه 5.9 الهواء 5.9 ليش قلنا اعطيهم اصلا سوية فمعقول البرجر ايش قد المفروض السنترال يعطينا برجر 4 بار فهو يعطينا اصلا اكثر فمقبول ايش وقت يعطيك فيلد اذا كان السنترال لا اقل من 4 بار مو اقل من 4 2 ونص فما دون يقول لك فيلد ما يقدر يعبر التي اس لازم اكثر من 2 ونص برجر ترانسديوسر هذا عباره مرات يوقف هنا هسه لو صارت ترانسديوسر يوقف هسه ايش دي تشيك الفابورايزر شوفوا حتى من دي جربوا ايش بيها اشتغلت لان هي الكترونيه اشتغلت كانما شنو زين عندي اسويها تيست هسه عبر الفلو ترانسديوسر مرات يوقف يعني هسه اذا عبر ما عبر فيوقف مرات بسبب نفس هاي الوصله اللي شفتوها بالبدايه مال الاكسجين والهواء فمو مشكله عندنا اهم تيست بهذا اللي كلها يا هو اللي يفيدنا الجاز سبلاي لازم يعبر الاوتو فنتيليشن يعبر والفابورايزر والمنوال زين والباتري هم ضروري هنا حطينا اللينك الليك المفروض هو اكثر من 300 ماشي 300 مر فاحنا نشوفه ايش قد يطلع عن الليك اذا شفتوا طلع 300 حقول لك فيلد باوع وانا عرفت ما راح يعبر السببين اول شيء لان عندنا الوتر تراب قديم فراح يسوي ليك زين شوف ايش قد يقول لكم اكثر من 300 مضبوط اكثر من 300 فنجي الاسباب اللي مال ليك ليش دا يصير ليك فاما بسبب الوتر تراب اللي هو قلت لكم اصلا هذا بحد ذاته هو مستهلك زين الوتر تراب مستهلك نرجع نخلي اذا قرا ما قرا نعمر لان احنا نبغى نخلي وين الربط اول الخلل بالسير تتنسى او مرات بسبب الفلتر فانا شو اسوي اشيل الفلتر ليش الفلتر لان هم يسوي لي خاصه هذه النوعيه يعني فنعيد التيست اذا عبر ما عبر نضيف التيست ضروري ولا مو ضروري؟ ليش بشنو يفيدنا الضروريه مالته؟ لان انت من البدايه شوف تشوف انت هاي الصوند يعني اذا بيها شيء بريثنج سيستم يعني شيء قبل التيست ما يعبر ليش؟ اصلا الوتر تراب قلنا ما يشتغل ما طول الوتر تراب ما يشتغل ما يعبر الاوتو ليك ايش نقول له اعبر بس مو معنى عنده مشكله دي لا ما في شيء زين هسه يجي على المانوال، المانوال شوف ايش سوى؟ نفخ البريثنج باك يشوف ايش قد تتحمل هم نفس الشيء حيعطيك نفس المشكلة ما طول وقف المانوال هم راح يوقف ليش؟ لأن يقول لك وقت الفنتليتر ما عبر فتعطي عبور باوع شنو تعطينا علامة؟ نو وتر تراب بسبب الوتر تراب فاحنا اصلا ما طول نقول له اعبر اذا شفتوا الخلل اللي يصير وين المشاكل اذا عندنا انترنال تيست والاوتو والمانيوال والغاز انلايزر هذني كلهم شبيهن ما يعبرهن ليش سبب الوتر تراب هسه خلصنا التيست نعطي سامبل شو شنو طعنا هنا تحذير اول شيء الوتر تراب ميسينج يقول لك ما عندك واحنا ماكو وتر تراب نجي على المشكله الاخ هنا ايش دا يقول لك السيستم تيست تشبيه فيلد ليش دا يقول لك فيلد
عندنا كشكل خطا ثلاثه مع بر والمانوال مع بر بس قلنا معناه وين المشكله اي احنا نعرف الوتر تراب على العموم هسه نريد نشغل الجهاز من هنا اكو اجهزه تجي منا ستارت كيس فنقول له ستارت كيس هنا يحدد لك شو تريد اطفال لو كبار احنا هنا نشتغل كبار مثلا نعطيك كبار ايش قد عمر نختار عمر زين مثلا 8 3 او 40 من نختار انفانت يرجع لحد ايش قد لحد 15 سنه ماشي نعطي سهل نقول 40 سنه راح نعطي شنو ستارت كيس هسه نبدي نشيك ان شاء الله ان شاء الله اول شيء المانوال المانوال طبعا هو راح يعتمد على شنو على بريثنج بعد هسه راح نسيبها مثلا اعطي كبسول كوتو زين هذا شنو تسموه مانوال من هنا نجيبها على هالنقطه هسه نريد نحاول شنو فنتليتر حتى نشوف الاجزاء الرئيسيه طبعا من حوله احنا ما عندنا مريض فنستخدم نفسه شو يسموها هاي برايل اصطناعي ارتفيشال نربط نقول له هسه باعتبار عندي مريض حولنا اوتو اوتو يعني شنو فنتليتر هسه هنا نبدي نشوف شو نريد الاجزاء الاساسيه كل جهاز يعطينا الام بدي يقول لك اكسبيرتر يمين فوق ليش كان هسه وبدا يدفع والتر تراب مسنج ندري احنا اصلا ما عندنا زين والسبارتر رايت هاند فالالام اللي يطي شلون اوكي يطي بشكل كتابه زائد صوت هاي الالام الجزء الحديث يقول لك نو ايجنت ديليفري ليش لان اصلا احنا ما مشغلين الفابورايزر هسه حولنا فنتليتر هسه هذا كانه ما مريض نجي على العلامات او البارامتر اول واحد هنا يقول لك هذا سبونتينوس انت اصلا شو محاوله اوتو اوتو فهنا حتى هنا ايش كاتب لك فوليوم كنترول يعني انت محول على الكنترول من نحول اوتو شو صارت هذا تحول هذا مانوال هذا تحول سبونتينوس بعد تشوفون هنا عندنا ارقام مكتوب لحد 80 هذا مال اي بي هاي مال شنو مال اكسبيرتر فالف او اي بي فالف بس هنا خليته 10 شوف هنا مو خليته 10 شوف هنا جديد يقرا الضغط دقيق التليفون 10 زين فهنا يعطينا 10 نرجع اشتغل عندي الجهاز ماشي اوكي نجي على هنا شو يقول لك غاز ميكسر هنا شو عندنا اوتو اير احنا الاير ما نستخدم فنستخدم بس اوتو نجي على فريش غاز فلو العربات القديمه شلون بها هذا نفس الفلو ميتر اللي هو يتحكمون به شافيه انبوب بتدريجات هنا انا ماكو هنا على شو نعتمد فريش غاز هنا نختار احنا نحدد شكد تقريبا نختار يعني تقريبا بالبداية تاخذ حسب نوع البريثنج سيستم يعني اكو تاخذ ضعف مثلا اذا شخص خلينا نقول المينت فوليوم مالته فد 6 يعني انت تقدر توصل هنا ويا 12 بس دائما احنا نبلش يعني يقول وزن المريض في 10 هذا في السهولة او هو نفسه وزن المريض زين تقدر تقسمه على 10 وزن 70 خلي 7 تقدر هذا بالسبونتينوس زين فعلى الاساس تعتني اوتو كونستريشن نا تركيز الاكسجين اصلا احنا يجينا شقد 100% زين بس لو مثلا رابطين الاير لا نقدر احنا نقلل شقد نريد 40 نريد 80 كيفنا فهسه ما عندنا بس اكسجين ف 100% هنا يجيك على الغاز اللي تستخدمه شوف هنا ايش مكتوب سيفوفلور ليش لان اصلا احنا هنا الفابورايزر شبيه سيفوفلور سيفوفلور شلون نعرفها متروسه عندنا هذا فلينج انديكيتر شوفوا هنا صار مثل الطوبه هاي متروسه هنا الماكسيموم هنا المينيموم تعبيراته هاي الكترونيه طبعا منا نسحبها هاي هيك اذا اريد نعبي
نفتحها من هنا شوفها طبعا هم راد له فلنج اندكيتر فلنج ديفايز عفوا الرجع من تشتغل باب انت اللي هنا من شفناها اقول لك نو ايجنت هسه ايش راح يطلع فلور طبعا هو يعطيك كل هالالارم ليش لان اصلا ماكو فانتظر يقرا سير قرات المفروض هنا حيطلع لي نوع غاز اللي دا استخدمه قرات سيو فلورين ماشي منا نقدر نشيك اذا متروس او لا خصش قد بي نص 150 بالمر هي كلها جت تستوعب 200 لا احنا 250 عفوا بعد ما نخلص ميسه نعوف فمن نريد نشغل بعض هنا من راح نشغل مثلا خلينا نقول شغلت واحد صاعدي اوتو كونستريشن قل فهو هذا زاد هذا يطلع لنا الرقم هذا من نسوي اوف يرجع صفر هذا 100% نجي على المتاير الداخل اللي هو البيب اللي هو شنو يسموه البوزيتيف اندكس باراتر يعني ضغط موجب نهايه الزفير هذا بس بالفنتليتر بينما بالسبونتينواس لا سيباب يسموه السيباب زين الفرق بين سيباب والبيب شنو البيب بينه فقط نهايه الزفير يعطيك بوزيتيف بريشر السيباب بالانسباراتري بالاكسباراتري عندك بوزيتيف بريشر نجي على الاسبيراتوريت العادة هو بالأدلت 12 بالبيدياتريك أكثر هنا التادل فوليوم التادل فوليوم ينحسب على الوزن المثالي زين مو على الوزن الاعتيادي يعني يجينا واحد وزن 100 احنا شو نعتمد على الوزن المثالي إليه فإذا كان 100 يعني ذكر الطول مالته ناقص 100 طول مالته ناقص 100 هذا الأدلت للفيميل الطول مالتها ناقص 105 على هالاساس يطلع الوزن المثالي واضح فاحنا مثلا وش قد هو الرنج مالته من 6 الى 8 مول بير كي جي في الوزن المثالي يعني خلينا ناخذ واحد مثلا الطول مالته في 170 ادلت 100 وش قد الوزن المثالي 70 فاحنا شنو مثلا هو وزنه 100 احنا ما اخذنا ال 100 ايش اخذنا 70 ف 70 في اما من 6 او 7 او 8 في الوزن مول بير كي جي ونخلي هنا من هنا نقدر نغير المود شوف هنا نقدر نختار المود بريشر كنترول فوليوم زين عندنا الاس اي ام في والبريشر سبورت من هنا نختار المود الاكثر شيوعا هو الفوليوم كنترول هاي بالادلت بالبيدياتريك المود الشائع بريشر كنترول الفرق بينهم شنو؟ هنا البيب نفسه السبارتريت موجوده بس هنا ايش عندنا؟ بي سي او بيب بريشر كنترول يقول لك ايش قد تريد تطي؟ هاي البريشر مال الانسبيريشن ايش قد بينما بالفوليوم شنو كان عندنا؟ تايتل فهذا اللي صار فرق بس المتغير نفسه مثلا اذا اقول لي اي طيب مثلا 12 شو تحول هذا الفوليوم الى برجر ماشي احنا قلنا شنو الشائع فوليوم كنترول نجي على الموجات هم يعني هم تعريف سريع عندنا هنا تطلع لنا ثلاث موجات اول شيء الموجه اللي هي العلاقه بين الاير ويف بريشر والتايم الفتره الزمنيه وين نقرا الاير ويف بريشر البي بي 22 والطبيعي يكون جوا 30 خوش كل ما يصعد كل ما معناه شنو مريض قاعد مريض قاعد عندي انسداد باليوتيوب عندي تضايق بالقصبات اي شيء يمنع دخول الهواء لرئه المريض زين هسه هاي ابسط مثال نتخيل هذا مريض باع هاي بدا يقعد شوف ايش صار بالاير واي بريشر صعد ليش لان المريض حيقاوم الفنتليتر يدفع هو يدفع فمنو اللي راح يصعد
بيك برجع البيك، بينما هذا صار ديسكونكشن فصل. ايش قد حيطي؟ صفر، ماكو برجع. بدي يدفع الجهاز ماكو شيء منعه، نرجع للغير الصناعي. فهاي الموجه، الموجه الاخرى اللي هي الفلو، بينما الجهاز كم متر راح يعطيك بالدقيقه الوحده، فهم من خلاله نقدر نعرف الفلو، نقدر شو نحدد اذا المريض قاعد او لا. يصير يعني الريجولر. اي زين، هذا شنو قلنا؟ البي بيك اللي هو الايروي برجر، البي تعرفون البي، الاي الى اي ريشيو، شنو يعني الفتره الزمنيه اللي راح يحتاجها المريض لاخذ الشهيق الى الفتره الزمنيه اللي طلع بيها الزفير. هاي احنا نحددها بالادوت 1 الى 2، قلنا منين نختار هاي؟ منا نحددها. بالاطفال 1 الى 1 ماشي. بس لاحظوا شو بده يتغير السام من داخل هي التام مال الانسوليشن والفوليوم زين، كلهم يتغيرون. شوف تصعد كل ما زين هذني يزداد زين. اما بالجماعه الرهون خليها 1 الى 3 نعطيهم زياده بالاكسبيريشن، فاحنا على هالاساس نحدد. عندك هنا شنو الاكسبيريتر ريت، بس مال من؟ اللي المريض جاي يطلع هنا الاكسبيريتر ريت اللي احنا نريده حق المريض. فهم نفس الشيء هنا الاكسبيريتر ريت احنا خليه 12. اذا المريض قعد هسه هاي قدام كل مريض قعد، باش حيصير بالريسبيريتر ريت؟ صار بيها 14. فالريسبيريتر ريت هاي احنا مثبتين لهنا المريض اللي جاي ياخذه او جاي يطلع منه. فمن صرت هنا الريسبيريتر ريت معناه شنو؟ شبيه المريض جاي ياخذ نفس. شوف حتى هنا الموجه صارت حمراء تغيرت، بس هنا 12 ثابت. اذا المريض لا رجع ريلاكسنت، شوفوا ماكو شيء صار عندي. ايش حيرجع؟ انتظر طبيعي سيدي شوي شوي رجع 12 زين. المينت فوليوم العفو التادر فوليوم ايش قد احنا ناطين؟ 500. جهاز ايش قد يطيب؟ التادر فوليوم بالانسبيرتر يعني الجهاز هذا دي يطي 505. اذا شنو قريب لهذا؟ ايش قد يطلع؟ هم قريب، معناه شنو؟ المريض ريلاكس. بينما من يقعد شوف وانتبه صار عندي وين نخلي شوف التادر فوليوم بالانسبيرتر قل، الجهاز دفع بس المريض ما اخذه زين. وش عندي تغير؟ تادر فوليوم بالاكسبيرتر. شوف ايش قد صار فرق 900، هنا ايش قد 500، هنا 173. يعني المرض اخذ نفس قوي ووقف، اخذ ووقف. فهاي هم من خلالها نعرف المرض قعد او لا. المينت فوليوم، المينت فوليوم هو شنو؟ حاصل ضرب التادر فوليوم في الريسبيرتر ريت، هذا يعطينا لتر بالدقيقه. اخر شيء هنا عندنا الموجه مال كابلوغراف اللي هي مو موجوده. فتقريبا صار واضح عرض التخدير ان شاء الله.